أهلا بكم إلى حلقة خاصة من كليك، سنتحدث فيها عن المنزل الذكي ومدى خطورة الأجهزة الذكية فيه. المنزل الذكي المثالي. وضع مبرمج الكمبيوتر كوسارو حيدري 300 استخدام ذكي لنفسه ولعائلته بمعونة برنامج ذكاء اصطناعي في قبو المنزل. يعرف المنزل ما هو الشيء التالي الذي سيحدث. منزل في جنوب ألمانيا يبدو عاديا جدا، لكنه ليس عاديا على الإطلاق. صباح الخير يا مارتينا، مرحبا بك في منزلك، حافظي على الهدوء فأوغيليا نائمة. تتعرف الكاميرا على وجه معروف يمكنه الدخول إلى المنزل، لذا تفتح له الباب. كمبيوتر؟ أين بابا؟ في العمل، وغادره في 5:55. حسب وضع المواصلات سيصل إلى المنزل في 6:56. وهل يتعين عليهما شراء حفاظات جديدة لابنتهما؟ إليكم الحوار التالي. أنا أحتاج حفاظات؟ وفق حساباتي فإن لدى أوغيليا 35 حفاظة مقاس 4. من الأفضل طلب حفاظات جديدة يوم الاثنين، ولكن مقاس 5. هل ينبغي أن أقوم بطلبي الآن؟ نعم، قم بالطلبية الآن. حسناً، سأبحث عن أنسب السعر ثم أنجز طلبي. ينتظر أن تصل الحفاظات غداً. وأثناء مشاهدة التلفاز، مستشارة ذكية تتحكم أيضاً في درجة الإضاءة. لاحظ المنزل الذكي هذا أيضاً، وأدرك بعد 6 أو 7 مرات أننا نرغب في فعل هذا، والآن بات يقوم تلقائياً في كل مرة يشغل فيها التلفاز بتنزيل الستائر اعتماداً على قوة أشعة الشمس. شرائح الستائر الإلكترونية تتخذ وضعيتها حسب موقع الشمس، والتلفاز يتحرك حسب موقع حيدري أيضاً. هذا ممكن بفضل العديد من المستشارات والميكروفونات والكاميرات. يسجل نظام عادة الساكنين التسوق والاستحمام وطهي الطعام والعمل، ببساطة كل شيء. 50 جهازاً مثل التلفاز والفرن والمدفأة والضوء والستائر موصولة ببعضها وتتواصل فيما بينها، ومع 20 خدمة على الإنترنت مثل أمازون وجوجل. نحن هنا في مركز التحكم في المنزل الذكي، وفي بورة هذا المكان يوجد هذا الكمبيوتر الصغير ذو الاستهلاك المنخفض للطاقة نسبياً. إنه يشغل برامج الذكاء الاصطناعي وبرمجيات كثيرة جداً. ما أقوم به هنا هو هواية، لكنها تتيح لي من جانب آخر إدارة أفضل للطاقة، إذ تتيح لي توفير كميات كبيرة من الطاقة لدرجة أنني سأسترجع بعد 15 أو 20 عاماً النفقات التي استثمرتها فيها. وبالطبع الوضع في الحديقة ليس مختلفاً. يجري ري النباتات بحسب بيانات الطقس، وبنفس الطريقة تعمل آلة جز الحشائش، كما تساعد المستشارات أثناء الشواء في الشرفة المفتوحة على الحديقة. اللحم جاهز الآن، شهية طيبة. من أهداف المستقبلية أن يعرف المنزل تلقائياً ما إذا كنت جائعاً وما الذي يمكن أن ينال إعجابي والقيام بطلبه، بحيث أقوم باستلامه فقط. هل هذه رقابة مفرطة؟ هل البيانات المخزنة أكثر من اللازم؟ عائلة حيدري تعرف هذه المخاوف لكنها لا تقلق بشأنها، فالنظام آمن كما يقولون، كما أن هناك فرصة لعمل أشياء أخرى كثيرة. يمكن للمنزل الذكي أن يجعل الحياة مريحة أكثر ويحسن إنجاز الأشياء، لكنه يمثل أيضاً مخاطر أمنية، إذ أظهر مبرمجون من جامعة ألمانية مدى سهولة اختراق برمجيات الكاميرات والأبواب. كاميرا من النوع المألوف لتوفير مراقبة آمنة للمنزل، تنقل الفيديوهات إلى الكمبيوتر عبر شبكة واي فاي. فريدريك كوزوفير هو باحث علمي في جامعة إمدن في شمال ألمانيا. إنه متخصص في أمن الإنترنت وسيقوم الآن باختراق هذه الكاميرا. تبدو الأمور جيدة. نعم، الآن نحن في الداخل ونرى بعضنا البعض. استغل كوزوفير وجود ثغرة أمنية، نظراً لأن الشركة المصنعة للكاميرا جعلت الوصول إليها عبر الإنترنت ممكناً. تمكن خبير الكمبيوتر من اختراقها خلال دقائق بواسطة برنامج مكتوب خصيصاً لهذا الغرض. لكن سرعة الاختراق ليست وحدها المفزعة، فالكاميرا وفرت فرصة للاطلاع على الحيز الخاص داخل المنزل، وكذلك نقطة انطلاق لاختراق الشبكة بأكملها، إذ يمكن بعدها التجسس على جميع الأجهزة المتصلة بها. المشكلة لا تتعلق بهذه الكاميرا فقط، بل بمجموعة كبيرة منها، فالبرامج الثابتة الموجودة فيها، أي أن نظام التشغيل ليس موجوداً في هذه الكاميرا فقط، بل في عدد كبير من الكاميرات لشركات أخرى. هذه هي المشكلة الحقيقية.
نقطة الضعف هذه مقصودة، فهي تتيح للأجهزة أن تعمل معاً. لقد أهمل المصنعون الجوانب الأمنية ولم يهتموا كثيراً بالإعدادات في نظام التشغيل بحسب كوزوفير. المشكلة هي أن المصنعين لا يدركون أبعاد المشكلة، لأنهم يشترون نظام التشغيل أيضاً، وقد لا يعرفون كيفية جعله آمناً، أو أن الحصول على خصائص كهذه يتطلب دفع أموال أكثر. يتوقع الباحثون الجامعيون أمناً أفضل في قفل الباب، هذا الذي يجري التحكم فيه عبر تطبيق وهو من صنع شركة ألمانية معروفة، لكنهم استطاعوا اختراقه. تطبيق الهاتف الذكي يتواصل مع محطة أساسية، وهي بدورها ترسل إشارات إلى قفل الباب الأوتوماتيكي. يمكن لقراصنة الإنترنت إزعاج المحطة الأساسية لمدة طويلة، بعدها ينهار الجهاز ويظل الباب مفتوحاً. سبق لباتريك فيلكا العمل في جهاز المخابرات الألماني، يقول إن المرء ليس بحاجة لتدريب مخابراتي ولا لدراسة علوم الكمبيوتر لشن هجمات اختراق كهذه. المفزع هو أن الاختراق بسيط جداً، يمكن للمرء العثور على أدوات مساعدة كالتي استخدمناها نحن في فيديوهات على يوتيوب. يمكن تنفيذ الاختراق حتى لو لم يكن المرء يعرف ماذا يفعل، فالمسألة بسيطة. لذا تركز الشرطة على الوقاية وتنصح بالإحاطة جيداً بالمخاطر الأمنية حتى لا تصبح تقنية المنزل الذكي بوابة للصوص. يمكن مراقبة الناس في بيوتهم أيضاً، إذا كانت لديهم كاميرات مراقبة يمكن أن ترى متى يغادرون أو يعودون إلى المنزل، ما يسهم في تكوين تصور عن عادة الناس في حياتهم اليومية في مكان ما. يعد الطلاب في جامعة العلوم التطبيقية في إمدن الألمانية على ساحل بحر الشمال أنفسهم للوظائف في مجال صناعة الأمن السيبراني من خلال تمارين مثل: يتعلق الأمر بجعل المنتجات أفضل وأكثر أمناً، وكذلك بتدريب الطلاب في الشركات التي سيعملون فيها لاحقاً بطريقة تنمي وعيهم وحساسيتهم كي لا تحدث أشياء من هذا القبيل. أبلغت الجامعة الشركات المصنعة التي أمكن اختراق أجهزتها بالثغرات الأمنية، وبعد بضعة أشهر أصبحت الكاميرات وأقفال الأبواب بالفعل أكثر أماناً. أرسلوا إلينا أيضاً جهازاً جديداً، وقمنا باختبار الفجوات التي كشفنا عنها هنا مجدداً، لكننا لم ننجح في الاختراق عبرها. الوصول إلى الشركات المصنعة غير ممكن إلا بهذه الطريقة ليهتموا بهذا الجانب فعلياً. لذا يعتزم علماء الكمبيوتر الاستمرار في ذلك والبحث عن مثل هذه الثغرات الأمنية. ماذا يمكن أن يفعل المرء بنفسه لزيادة الأمان في المنزل الذكي ولحماية الخصوصية؟ خلال تحضيرهم لنيل درجة الماجستير، قام 3 باحثين شباب بتطوير كلب حراسة رقمي يمكنه بالتعلم الآلي الإبلاغ عن الهجمات على المنزل الذكي ولدرء خطرها أيضاً. هذا الصندوق الصغير من المفترض أن يجعل شبكة واي فاي أكثر أماناً، وهذا هو هدف الشركة الناشئة بيتا هوي التي أسسها طلاب من إسرائيل وألمانيا. ولدت الفكرة من حقيقة أننا نواجه يومياً مشاكل مع العديد من الأجهزة المنزلية الذكية كالكاميرات والمكانس الكهربائية وكل الأشياء التي تحتوي على ميكروفون أو كاميرا أو على معالجات خاصة للمعلومات، فهي تتعرض لخطر القرصنة بشكل داهم. بعد 3 فصول دراسية طور الفريق نموذجاً أولياً للمراقبة يمكن توصيله بجهاز توفير الإنترنت في المنزل. إنه بمثابة كلب حراسة، جهاز يراقب ويحمي جميع الأجهزة في المنزل ويخطرك عندما يكون هناك خطأ ما. إنترنت الأشياء يصبح حاضراً في حياتنا اليومية بشكل متزايد، ومعه يتزايد عدد الأجهزة الذكية في المنزل، اتصال مستمر بالإنترنت. تعتمد كل هذه الأجهزة على جهاز توفير الإنترنت الخاص بالمنزل، وهنا بالضبط يدخل نظام المراقبة الرقمية بيتا هوي. في حالة هجوم إلكتروني على المنزل الذكي يتلقى المستخدم رسالة على الهاتف الذكي، وبضغطة الزر يمكن إنهاء الوصول غير المصرح به لجهاز توفير الإنترنت. بمجرد دخول كلب الحراسة فإنه يتعلم كيف تعمل هذه الأجهزة بشكل طبيعي. يمكن للذكاء الاصطناعي بمساعدة التعلم الآلي التمييز بين ما إذا كان هذا الجهاز يتصرف بشكل طبيعي أم لا، وفي حال وجود تهديد فيمكنه منعه. إمكانات بيتا هوي هائلة، فالنظام لا يصلح في المنازل فحسب، وإنما في قطاع الصناعة أيضاً. لذا تمول وزارة الأبحاث الألمانية المشروع بنصف مليون يورو.
طور فريق بيتا هوي جهاز المراقبة في مركز هيلم هولز في مدينة زاربروكن الألمانية، وخلال التحضير لدرجة الماجستير في الأمن السيبراني تعلموا من بروفيسور تسيلر كيفية تطوير فكرة جاهزة للسوق. على الطلاب في نهاية كل فصل دراسي إحاطة لجنة التحكيم الخاصة بآخر ما حققوه. هذا يعني الدفاع عن الفكرة مراراً وتوضيح سبل جني المال عن طريقها. ثم بعد عام ونصف، أي خلال 3 فصول دراسية، يصبح الأمر أكثر تعقيداً. بداية تتحول فكرة فنية صغيرة إلى نموذج أولي، ثم يتم العمل عليها أكثر فأكثر خلال الفصول الدراسية 3 المتبقية، ويتضح ما إذا كان هناك ما يمكن تقديمه للمستثمرين المحتملين أيضاً، والذين قد يدعمون إنشاء هذه الشركة أيضاً. هذا القسم الدراسي فريد من نوعه في ألمانيا. وضع نتائج البحث موضع التنفيذ أمر بالغ الأهمية للإداري ميشائيل باكس. يمكن مقارنة البحث بعملية بناء محرك رائع. يمكنك إعداده وتركيبه في السيارة وترغب في الانطلاق به، ونحن نريد الانطلاق. لكي تصبح الفكرة منتجا ناجحا، على طلاب الماجستير في الأمن السيبراني أن يتعلموا كيف يفكرون كرواد أعمال. يقضي الطلاب نصف الوقت في دورات في علوم الكمبيوتر والأمن السيبراني، ويتم استثمار ما تبقى من وقت في إنشاء الشركة وتطوير المنتجات. المزيد من الطلاب من الخارج أيضاً يرغبون في الالتحاق بالدراسة هنا. بدأنا ب70 أو 80 متقدماً، ووصلنا الآن إلى أكثر من 120. المتقدمون يأتون من ألمانيا وأوروبا وأمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية والهند وباكستان، أي من مختلف أنحاء العالم. كان من المهم لفريق بيتا هوي أن يكون نظام المراقبة الرقمية عملياً، لذا يمكن التحكم فيه باستخدام الهاتف الذكي. ليست هناك حاجة للجلوس على مكتب وتشغيل الكمبيوتر. الهاتف الذكي معنا دائماً، وإذا حدث شيء ما فسيتلقى المستخدم إشعاراً على هاتفه المحمول. يمكن الآن اختبار النموذج الأولي، وألكسندر ورومان وماريوس وفريقهم يأملون في إيجاد جهات راعية تدعمهم بالتمويل.